طيب عشان ما اطولش على حضراتكم، خلينا نروح لفرقتنا وخلاص. احنا بنتكلم على ايه 48 ساعه ويظهر فريق النادي الاهلي. انا عارف انه جماهير النادي الاهلي متشوقه تشوف الفريق حتى لو في ماتشات وديه، بس خلينا نروح لفاروق ونطمن من خلال وجوده في النادي الاهلي على تمرينه النادي الاهلي النهارده. تمرينه كانت الصبح زي ما انتم متعودين، مستر كولر مقرر انه الصبح يبقى فيه تمرين صباحي، التمرين المسائي يمكن بدا من دقائق. هروح لفاروق ونعرف اخبار التمرين النهارده ونتمرن على لاعبتنا ونجومنا ان شاء الله واستعدادهم للموسم الجديد. فاروق مساء الخير. كل التحيه للزميل العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايز اخد من كلامك زميلي احمد ان جماهير النادي الاهلي متشوقه ان هي تشوف النادي الاهلي. خليني اقول لك برضو الامر من الجانب الاخر، ان لعيبه النادي الاهلي متشوقه ايضا للملعب وللبطولات والجمهور النادي الاهلي. امر مد روح مهمه جدا، لمسينها على اللاعبين، لمسينها على الجهاز الفني للنادي الاهلي. ان شاء الله الموسم المقبل للنادي الاهلي تكون بدايته خير طبعا، اللي هتكون بدايته مع بدايه المشوار الافريقي بمواجهه فريق الاتحاد المنستيري باذن الله. زميلي احمد ان شاء الله نطمن منك على تدريبه النهارده. وانا الحقيقه يمكن اول سؤال حابب اتكلم معاك فيها فاروق، هي احنا عندنا يعني اربع مستجدات ما تقابلوش مع بعض غير في فتره الاستعداد دي، لاعبين اساسيين يعني خدوا اجازه او راحه سلبيه من فتره طويله جدا، وكانوا هم يمكن اللي شايلين مسؤوليه الثلاث مواسم المتلاحمه، ودول رجعوا مره ثانيه للتمرين. لعيبه كملت الموسم وخدت فرصه انها تحط رجلها في الملعب، وكتير منهم سواء من اللي كانوا يعني مش واخدين مساحه كبيره او الشباب اللي طلع جديد تالق واثبت وجوده. لعيبه بتمثل صفقات جديده، شادي حسين، مصطفى ميسي، سافيو، برونو سافيو طبعا البرازيلي، بيظهروا مع الفريق بالاضافه لجهاز فني كامل داخل الصوره. خليني اكلمك على اول جزئيه المتعلقه بالانسجام، هل حاسس انه الفريق كله دلوقتي بقى يعني قريب من بعضه، في حاله تناغم، في حاله تفاهم، ولا ده امر هيستغرق مزيد من الوقت؟ يعني زميلي احمد، يعني انت انا بحييك على تقسيمتك للتقسيمه المهمه جدا وابرازك للعناصر اللي احنا اتكلمنا عليهم او الاربع عناصر دول. الامر اللي احنا لامسينه هو انسجام حاله يعني الموسم الماضي وانتهائه والراحه اللي حصل عليها بعض اللاعبين، اللعيبه اللي كانت غايبه الاصابات وايضا اللعيبه المنضمه، مدي روح. وده اللي قلناه في البدايه، ان الشغف عند اللعيبه دلوقتي مستنيين متلهفين للمباريات للبطولات. كانت دي بتهيألي يعني اكبر فتره راحه حصل عليها لعيب النادي الاهلي على مدار المواسم الماضيه، مش الثلاث مواسم فقط، لا على مدار يعني تقدر تتكلم في اخر خمس او سبع مواسم للنادي الاهلي. دي اكبر فتره زمنيه حصل عليها لعيب النادي الاهلي. يعني العناصر اللي انت استعرضتها عايز اضيف ليها امر مهم جدا، وهو انضمام بعض اللعيبه الناشئين اللي انضموا للتدريبات النهارده. وبالمناسبه زميلي احمد، النهارده موجود في يعني تدريبات حراسه المرمى لاعب او حارس مرمى مواليد 2006، الحارس عمر كامل، ده حارس مرمى مواليد 2006، وده اصغر لاعب موجود في الممران وتدريبات النادي الاهلي. ودي الفترة الزمنية اللي كان موجود فيها مستر ميشيل يانكون مدرب الحراس مع قطاع الناشئين وشاف العناصر المميزة. النهارده بنشوف عمر كمال، بنشوف ايضا ثلاث لاعبين من فريق 2003 موجودين في المعسكر، كريم عثمان، اسلام عبد الله، ومازن اسامة. العناصر اللي بتتكلم عليها في حالة من الانسجام، الانسجام ده بدايته طبعا الجهاز الفني والروح اللي لمسناها سواء من مستر مارسيل كولر وجهازه المعاون مع الكابتن سيد، مع الكابتن سامي، ايضا مع دور اوضه اللبس في النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، وجود عمرو السوليه، وجود رامي ربيعه، ولاعيبه النادي الاهلي، والروح المهمه في لعيبه ما تحسش انها بعيده على النادي الاهلي او تحس ان هي جديده على النادي الاهلي. خليني اقول لك ان الانسجام لمسينه الجهاز الفني، يعني فكره تطبيق اليوم الكامل لزميل احمد جت في توقيتها، قدرت ان هي تعمل يعني اللعيبه فترات زمنيه طويله موجودين مع بعض. المحاضرات اللي مستر مارسيل كولر بيعقدها مع اللاعبين بتقرب المسافات من اللاعبين، روح اللاعبين في الملعب. يعني بمناسبه هذا الامر خليني اقول لك نقطه مهمه، النهارده عقب الانتهاء المران الصباحي مستر مارسيل كولر عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، اتكلم فيها على مباراه الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي اللي اتفرجوا عليها بالامس، وقدر انه يتكلم على بعض
النقاط الفنيه ويبدا من يعني بيبدا من تدريب اليوم التحضير لمباراه الاتحاد المنستيري والتحضير لبعض النقاط الفنيه اللي اعتمد عليها في مباراه الاتحاد المنستيري. كلم واشاب الفريق ياسين المكاري قدر ان هو يوفر يعني اخر خمس مباريات لفريق الاتحاد المنستيري، وايضا يعني المباراتين الذهاب والعوده امام الجيش الرواندي. المحاضرات اللي احنا بنشوفها مع الجيش الرواندي بالظبط، المحاضرات اللي بنشوفها مع الوقت الطويل اللعيبه اللي بتاديه في المعسكر زاد من حاله الانسجام عند اللعيبه للنادي الاهلي. نقطه مهمه برضو زميلي احمد، النهارده شادي حسين استقبال اللعيبه لشادي حسين النهارده في مران النادي الاهلي ووجوده في المران والروح اللي عند شادي حسين يعني تتلخص امور كتير جدا. ان شادي حسين واحد من الصفقات الرابحه ان شاء الله اللي هيكون اضافه طبعا لفريق النادي الاهلي بالاضافه للعيبه اللي موجودين سواء في خط الهجوم حسام حسن ومحمد شريف. خليني برضو اقول لك على هذا السياق ان شادي حسين اكتفى باداء المران الصباحي، يعني ادى المران الصباحي فقط وحضر المحاضره الفنيه المستر مارسيل كولر، يعني ما اداش المران المسائي لان شادي حسين توجه لاداء بعض الفحوصات والقياسات اللي كان اجراها اللاعبين خلال الفتره الماضيه. وطبعا كان شادي حسين أداش هذه الفحوصات والقياسات لظروف تواجده مع المنتخب المصري في معسكر المنتخب المصري، فهو بالتالي النهارده أدى المران الصباحي لم يؤدي المران المسائي لتوجهه لأحد المراكز الطبية لاستكمال طبعا القياسات البدنية والفحوصات الطبية اللي أجراها لاعب النادي الأهلي. انسجام مهم جدا زميل أحمد زي ما أنت قلت، الروح اللي احنا شايفينها من اللاعبين، حالة الترابط اللي عند أفراد الجهاز الفني. أول ما المران بيخلص الجهاز الفني بيعقد جلسات مع بعض، انا يعني من اللي احنا لامسينه وانا يعني بطمن كل جماهير النادي الاهلي في روح مهمه جدا، في روح جديده موجوده في النادي الاهلي ان شاء الله يكون معاها البطولات للنادي الاهلي. بطمنك برضو النهارده ان محمد مجدي قفشه بيشارك في المران الجماعي للنادي الاهلي، محمد شريف بيشارك في المران الجماعي، بيرسي تاو ان شاء الله على يعني بدايه الاسبوع المقبل مطلع الاسبوع المقبل هيشارك في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم انه احمد ابو عبله تاو وكوكا قريب جدا، يعني يمكن في تدريبات الاسبوع اللي جاي يكون كوكا وتاو يبقوا جاهزين للمشاركه في التدريبات الجماعيه. لكن في النهايه يعني باستثناء عمار اعتقد لعيبه الاهلي كلها هتكون جاهزه ان شاء الله لبدايه الموسم بشكل رسمي حتى لو ما شاركوش مع الاهلي في الوديات. سريعا جدا فاروق، عايزك تكلمني شويه عن برونو سافيو ومدى تاقلمه، انسجم مع دخل فورمه، يعني الناس برضو متشوقه تشوف. احنا دايما كنا بنتكلم عن نفسنا نشوف مصر بقى نفتح اسواق جديده، طبعا افارقه اثبتوا وجودهم، شمال افريقيا اثبتوا وجودهم في السنوات الاخيره، لكن كان نفسنا نشوف صفقات تانية من البرازيل من كولومبيا من ارجنتين وقد كان. وبرونو سافيو شرف الاهلي الموسم ده وان شاء الله جماهير الاهلي حط عليها او حط عليه امال كبيره جدا. تكلمني على مشاركته في التدريبات الايام الاخيره، مش بس النهارده، انسجم مع الفريق، دخل وصل فورمه كويسه ولا لسه؟ يعني زميلي احمد النقطه المهمه الخاصه ببرونو سافيو، توقيت انضمامه للنادي الاهلي توقيت نموذج، يعني افضل توقيت ان انت ممكن لعيب ينضم للنادي الاهلي هي فتره بدايه الموسم او فتره الاعداد، بتختلف طبعا عن بدايه او فترات الانتقالات الشتويه في معدل الانسجام مع اللاعبين. برونو سافيو فتره الاعداد انت عارف الروح او خفه الدم اللي بتبقى او الروح اللي عند اللعيبه البرازيليين وقربهم من الطبيعه المصريه، وده امر لامسينه من برونو سافيو. يعني برونو سافيو وعلاقته مع اللاعبين، في بعض اللاعبين طبعا اللي بتحاول تقرب المسافات مع برونو سافيو سواء طاهر محمد طاهر، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، كهربا، يعني ايضا التقسيمات اللي بيعملها مستر مارسيل كولر يعني بيحاول ينوع اللعيبه اللي تلعب بجوار برونو سافيو علشان يبقى في امر يعني اعتيادي او يعني انسجام ما بينه وما بين كل اللاعبين. عنده مشاكل في اللغه فاروق، يعني هل في اللغه انا عارف البرازيليين بيتكلموا برتغالي، هل في مشكله في التواصل ولا بيقدر يتكلم برتغالي. انجليزي بيتكلم انجليزي مع اللعيبه، او يعني قصه الترجمه والتواصل دي برضو مهمه جدا في الاول. خليني اقول لك ان هو يعني بيتكلم اللغه الانجليزيه، فبالتالي بعض اللعيبه في النادي الاهلي بتتكلم معاه بهذا الامر، وده مسهل. يعني انت عارف طبعا اللغه البرتغاليه هي اللغه الرسميه للبرازيليين، لكن برونو سافيو بيتكلم اللغه الانجليزيه وده مسهل عليه التواصل مع كتير جدا من لاعبي النادي الاهلي، ودي امور سهلت كتير جدا على برونو سافيو في هذا الامر. ايضا يعني مستر مارسيل كولر عقد معاه اكثر من جلسه، ياسين المكاري ودوره وكلامه
كلامه معاه هو يعني عارف قيمة النادي الأهلي، ودي النقطة المهمة جدا اللي سهلت على برونو سافيو. بالمناسبة برونو سافيو عايز أقول لك إن هو بيقعد يتفرج على مباريات النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، يعني بيقعد يتفرج على مقاطع على الفيديو لاعب النادي الأهلي، يعني بيتفرجوا على مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، نهائي أفريقيا، بطولات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. يعني بعض اللاعبين، يعني أقول لك زميلي أحمد، إن بعض اللاعبين بيتفرجوا يقول له شوف الهدف بتاعي في المباراة دي، فبينبهر بأداء لاعب النادي الأهلي، بأهداف لاعب النادي الأهلي. ودي أمور جدا سهلت كتير جدا على برونو سافيو إن هو يكون إن شاء الله هيكون إضافة مهمة جدا لفريق النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله يكون إضافة مهمة، هو وكل سكواد الأهلي عندنا رهان كبير جدا الموسم ده، وأعتقد إنه الرهان مش بس على الجهاز الفني ولا على الصفقات، على الروح والحالة المعنوية اللي موجودة عند الفرقة، وخصوصا إنه لأول فترة أو لأول مرة من فترة طويلة بياخدوا راحة سلبية طويلة، أعتقد إنها ترجعهم لحالتهم وتوقفهم على رجليهم إن شاء الله الموسم الجاي بتاع الأهلي في كل المنافسات والبطولات. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح من داخل